في إطار الوقاية والحضور الردعي في الميدان ضد كل أشكال الجريمة، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة الدراجات النارية ببلدية واد غير بولاية بجاية. تعود حيثيات القضية إثر تلقي أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غير لشكاوى مواطنين مفادها تعرض دراجاتهم النارية للسرقة في القطب الحضري الجديد غزار الظريف بولاية بجاية. على الفور تم تنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف الدوريات والنقاط المراقبة ليتم توقيف 3 أشخاص بالقطب الحضري الجديد غزار الظريف متلبسين بسرقة دراجات نارية واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. العملية أسفرت على توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 سنة و 25 سنة ينحدرون من ولاية بجاية، بالإضافة إلى استرجاع الدراجات النارية محل السرقة وكذا معدات كانت تستعمل في عمليات السرقة. تم إنجاز ملف القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تقديم المتهمين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية.